جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: ما حكم دعاء الله تعالى عند القبور؟ وهل هناك فرق بين دعاء الله تعالى عند القبور وبين دعاء الميت نفسه؟ أفتونا مأجورين. دعاء الميت نفسه شرك أكبر والعياذ بالله. أن تطلب من الميت شيء من قضاء الحوائج هذا شرك أكبر يخرج من الملة. أما إذا دعوت الله عند القبر فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، فلا يدعى عند القبور ولا يصلى عند القبور، لأن هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم.